السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعيني، يا أهلا بيكم في مطبخ خالة الشريف. حبايب قلبي، النهاردة هعمل معاكم مش وصفة أكل، وصفة للغسيل. هنعمل صابون سايل للغسيل الجاهز اللي هو السريع، يبقى ده صابون سايل السريع، تعمليه وفي ساعتها تغسلي منه المواعين وتعملي منه أي حاجة، تنظيف أي حاجة، بس ده صابون سايل السريع. بقى كيس جاهز بتجيبيه بدون مواد بقى صودا كاوية ولا الكلام ده، بنحطه بنعمله بطريقة سهلة. بتعملي معاكي 6 رتل صابون بالرغوة اللي انت شايفاها دي، حب الصابون ما يجوش يعني ايه طرف كده، حطيت عليه رتل المية وبص الرغوة عاملة ازاي. هبدأ معاكي كيس الصابون ده، بتجيبيه من عند اي صبانة بتجيبيه منها الكيس ده ب25 جنيه، هو الاول كان ب20 دلوقتي ب25. معايا 6 رتل مية، انت بقى ايه، انا عملت 6 رتل، ممكن تعملي 5 رتل يبقى مركز اكتر، 5 رتل يبقى مركز اكتر، هيبقى الرتل ب5 جنيه. طبعا ب5 جنيه ارخص، انا بجيب رتل الصابون السائل اللي هو الجاهز برضو، اي نوع بقى مش هقول نوع معين، ب20 جنيه، كان ب19 جنيه، دلوقتي والله ما انا عارفه بكام، هو كان انا كنت بجيبه ب19 جنيه الرتل الواحد ده، هيعمل معاك الرتل ب5 جنيه ورخيص وسهل جدا اي حد يعمله. معايا كيسين، هما الكيس فيه جواه كيسين، كيس بودره زي ما انت شايفه وكيس ماده سايله كده، ده فيه اللون وفيه ريحة الليمون، وريحة الليمون بتاعته جميلة جميلة جميلة. بنزل البودرة وبحط عليها الكيس اللي هو السايل ده، طبعا انا مش عارفة هو اسمه ايه اللي جواه، بس ايه هي مادة سايلة ومادة بودرة. بنزل الاتنين على بعض وبضربهم بطريقة سهلة جدا، هتعملي الصابون السايل الجاهز ده في ثواني. احاول انزل كل اللي في الكيس لان ده كله مواد ما شاء الله تعمل معاكي رغوة جامدة قوي وتوفري منها. هفضي كل اللي في الكيس، الجل اللي جواه مع البودرة، وهضربهم الاتنين مع بعض اكني بعمل كيكة بالظبط، بس هي مش كيكة بقى، هو صابون سايل السريع، الصابون سايل السريع الجاهز السريع، طريقة سهلة خالص. ضربنا الاتنين، سيحت البودرة مع الجل زي ما انت شايفة كده، افضل اضرب فيه عشان ايه يفك معايا ويبقى ناعم قوي، عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة. الصابون السائل ده اسمه الصابون السائل السريع، او اللي ايه الصابون السائل السريع، سهل جدا وايه وبسيط قوي ومفيش اي حاجه، هما بتحطي المادتين على بعض. هنبدا دوبنا بقى المادتين مع بعض زي ما انت شايفه كده، بعد ما هدوبهم بقى هجيب الميه، انا حطيت 6 لتر زي ما كاتبين على الكيس، بس هو لو عملتي 5 هيبقى افضل عشان يبقى تقيل معاكي اكتر. بزود الرتل كده وهفضل ايه ادوبه مع الميه الرتل الاول، وبعدين هحط ال5 لتر كلهم على بعض بقى، بس بدوب الرتل الاول عشان يدوب المادة الخام اللي معايا دي، تدوبها. طبعا انا بضرب من المضرب عشان المضرب بيضرب كويس وما يخليكيش في تكتلات ويخليه ناعم وجميل. خلصت حطيت الرتل اهو، هبدأ بقى اجيب ال5 لتر الازازة الكبيرة دي، انا كنت جايبة فيها برضو صابون قبل كده. في كذا كذا طريقة للصابون، وهعمل معاكم ان شاء الله الطريقه الخام والطريقه ايه. انا حطيت معلقه عشان يتقل الصابون شويه، حطيت معلقه ملح، حطيت معلقه ملح يتقل الصابون شويه، بس هو مش عايز اي حاجه، هو جاي مجيبيه جاهز كده زي الفل. حطيت الرتل الاول وبعدين ال5 رتل، وهبدا ايه ادوبهم واعديه في الازايز، واعديه يومين، وبعدين يومين تبداي ايه تشتغلي بيه عادي، بس ممكن تشتغلي بيه برضو على طول يعني في ساعتها، بس هو كل ما الصابون تقعديه فترة بيبقى احسن، بيركز وبيبقى احسن. دوبته زي ما انت شايفة كده ال6 لتر كلهم،
كده خلاص هعبيه بقى ايه في الازايز، يعني ما بياخدش منك وقت ولا اي حاجه، عشان كده انا مسمياه الصابون السائل او صابون المواعين السريع، هو ده السريع اللي ما ياخدش منك وقت خالص. وعندي في القناه عامله لكم من زمان طريقه صابون اللي هو بتاع الزيت المستعمل اللي هو الصلب القطع، عامله لكم من اول ما فتحت القناه من سنتين او ثلاثه، هخش على الفيديوهات وفي الاول خالص وهتلاقيه عملته بكذا طريقة. بس ده السريع ده نازل جديد وريحته جميلة وحلو قوي وعجبني، عشان كده قلت اعمله معاكم ووريه لكم. بجيب قمع بحطه في الازازة عشان ما يدلدقش معايا، واكب في القمع على طول. الحاجات دي موفرة شوية عن الحاجات الجاهزة. ازازة البريل دلوقتي انا بصراحة كنت جايباها اخر مرة يعني من مدة يعني كانت ب19 جنيه، الله اعلم دلوقتي بكام. ريت لواحد ب19 جنيه بس هو مركز عنده، هو مركز الحقيقة، هو مركز عنده ده بيعمل معاكي 6 لتر. مليت الازازة ال5 لتر ومليت منها معاها واحدة تانية اللي هي كان فيها بريل قبل كده، كنت جايبة فيها بريل. احنا بنحاول بقى نقتصد الايام دي وايه ونوفر شوية عشان الحاجات دي بقت غالية جدا، المنظفات والحاجات دي. وهعمل معاكم كمان المرة الجاية ان شاء الله هعمل معاكم الدوني، وهعمل معاكم الصابون الخام اللي بجيبه من الصبانة، المواد خام بستعمل فيه صودا كاوية بيعمل معاكي صابون كنا بنعمله زمان، هوريهولك برضو بتجيبيه وتعمليه برضو في البيت. هعمل معاكي كذا طريقة وهعمل الدوني، وان شاء الله الاسبوع ده كده نعمله ايه منظفات، اسبوع المنظفات هعمل لكم كذا ايه طريقة للصابون. صابون الخام ده برضو هجيبه واعمله معاكم، برضو بيبقى صابون سايل وبيبقى جل الغسيل، بيبقى في منتهى الجمال، هيوفر معاكي كتير لان المساحيق دي بتكلفنا فلوس ياما، يعني فلوس ياما كتيرة. المنظفات بقت غالية قوي، جركن الجل اللي هو اللي يعني انواع مش الغالية يعني ب155 وبمية دلوقتي بقى بمية حاجة وسبعين، 175 3 رتل بتجيبيهم. فانا هعمل معاكي بصابونة واحدة ب7 جنيه هيعمل الكمية الكتيرة ويخلي غسيلك زي الفل ان شاء الله. تابعيني والاسبوع ده كله انا ايه هعمل منظفات فيه. بص الرغوة عاملة ازاي، الرغوة بصراحة يعني دول حبة كانوا فايدين في الطبق، قلت اما ازودهم مية واغسل بيهم مواعيني، ما شاء الله خلصوا المواعين كلها وزيادة على حبة صغننين خالص. بص الرغوة عاملة ازاي يا حبيبتي، هتعجبك او ان شاء الله هتعجبك بجد، حاجات موفرة. وفري ودبري في بيتك علشان ايه. بصي الرغوة شايفة عاملة ازاي ما شاء الله عليها، من حبة صغيرين فضوا في الطبق حطيت عليهم شوية مية، رغوته جميلة جميلة جميلة، وريحة الليمون فيه في منتهى الجمال وبينظف وبيخلي المواعين زي الفل. عملت 6 رتل ووريتك الرغوة بتاعته، وياريت ما تنسوش اللايك حبايب قلبي بتنوروني، وشكرا لكل متابعيني. بعمل لكم حاجات موفرة توفر معاكم وقت وجهد وتوفر معاكم كمان فلوس كتير، يعني هتوفر لك في الميزانية جامد قوي. في رعاية الله يا حبايبي، واشكركم على حسن المتابعة، واشكر حبايبي اللي وجدوا معايا في العرض، وشكرا.